سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا، مساء الخير. عمو يزيد جد سعيد في هذا الحفل الجميل. أحبائي في هذا الشهر الفضيل الإنسان لازم يدير الخير. إن أخذت بمحتاج شفقة وليس لك بما تتصدق، فابتسم له ولا تقلق، فالابتسامة في وجهه صدقة. أحبائي الإنسان بالمرات مشي شرط أنه يتصدق بالأموال، ممكن أنك تتصدق بابتسامة. يا أخي أحبائي تغنوا معايا، لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. تغنوها معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يلا معايا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إلا
ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة. فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة. فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات. لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات. لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا 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 أحبائي. الإنسان الطيب هو إلى ما قدرش يدير الخير ما يديرش الشر. الإنسان الطيب اللي ما قدرش يدير الخير ما يديرش الشر. واصرف على الناس الأذى، واصرف على الناس الأذى. أحبائي ما نقدروش نديروا الخير ما نديروش الشر. يا أخي عندنا لكم مادام غنينا على الخير وفعل الخير وكامل، عندي لكم مفاجأة دركا. تفضل 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 تفضل، تعال تعال. مرحبا بك مرحبا بك. وش راك؟ هذه تريا حنا، وهذه مؤمنة، هذه الأمان، وفي يدها الأمان حتى اليوم القيامة. هذه اللي شدت الأمانة، وديروا مليح في بالكم، هذه تاع الرئيس تاعنا بوتفليقة العزيز علينا. شكرا 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 شكرا. نطلقوهم هادو؟ اوكي، رايحين نطلقوا الحمام دركا. يلا، واحد زوج ثلاثة. ربي يخلي بلادنا دائما امنه، دائما امنه امنه امنه. شكرا. فيك الامان فيك الامان. الله يخليك. تحب الامان. ربي يخليك. خاصنا تشوف. طلعها برك. باسكو لافيست تزلق برك. معليش. يلا. خليها تبقى معنا. ما تخافوش. خلاص. يلا. يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا. يعطيكم الصحة. إذا أحبائي مقبلة قلت لكم وقتاش عيد الشرطة. دركا على بالي بلي أعوان الحماية المدنية اللي عمو يزيد يحبهم بزاف، رجال الحماية المدنية، باش ما يزعفوش علينا، شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ تك 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 تك. شوف الشطرة هذه، ليك ليك. شوف الشطرة هذيك. 1 مارس. واسمك بنتي؟ شيماء. شيماء، شحال في عمرك شيماء؟ 11 سنة. 11 سنة، واش مسنة تقراي؟ أولى متوسط. الله يبارك، شاطرة في الدراسة. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. برافو، أول مارس، أول مارس، تعالي بنتي تعالي، جيبوها جيبوها، تعالي تعالي. إذن أحبائي اليوم العالمي للحماية المدنية هو أول مارس. الحماية المدنية هما اللي واقفين على الأمان تاعنا. لما الإنسان يكون في خطر هما اللي ينقذوه. تعالي بنتي تعالي 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 تعالي. روحي بين الشاطرة انتيا، شحال جبتي المعدل؟ 14 فاصل. بينا بينا تقرا مليح، بينا بينا. شاطرة شاطرة، الله يبارك. أعطيني الهدية تاعها بنتي. إذن شيبس مهبول راعي هذا الحفل وراعي هذا البرنامج، يعطيك هذه الهدية متواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله. شكرا شكرا، تفضلي بنتي، الله يخليك، ربي يوفقكم إن شاء الله. إذن الأغنية نقول فيها: ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار،
كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. إذا أحبائي تغنوا كمل معايا ما أروع رجل الإطفاء. يلا أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاد البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاد البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. شكرا شكرا شكرا. شجاع باسل شهم أنت يا رجل الإطفاء. أحبائي رجل إطفاء عنصر مهم في المجتمع، له منا كل التقدير كل التقدير. ويلتي يا ويلتي ستعاقبني معلمتي. كامل. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نغنو كامل
ويلتي يا ويلتي. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، سأعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 شكرا. أحبائي أحبائي، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. إذن أحبائي، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أحبائي، عم طلعوا لي واحد العروسة هنايا. تعال 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 تعال، واسمك وليدي؟ صلاح الدين. صلاح الدين، راك فرحان صلاح الدين؟ كي ختنوك عطاوك الكادوات؟ لا، جابوا لك بزاف. وين راهم؟ علاش ما جبتهمش نقسمهم؟ تعطي شويه لعمو يزيد لي كادو ولا تكرديهم؟ لا تعطي لي. هيا خلاص. وين تسكن؟ في داري. تسكن في داري؟ قال لي سكن في داري. الله يبارك الله يبارك. على كل حال، مادام طلعونا، مادام طلع معنا صلاح الدين، معليش حنا نديرو فال لكاع الاطفال اللي تختنوا، ربي ان شاء الله يحفظهم. عمو يزيد دار اغنيه نقول فيها وليدنا مبروك عليه هذه الليله ختانته. قولوا لنا وليدنا مبروك. مبروك عليه هذه الليله ختانته، هذه الليله ختانته.
إذن أعطونا لولاويل على أولادنا اللي تختنوا ينسموا من فضلكم لولاويل. يلا وليدنا مبروك عليه هذا الليلة اختنتو الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو بيدنا رسول الله هادو ناس ومعه جيرانه حضروا له وتلموا بيه حضروا له وتلموا بيه يلا نزهوا ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه بالهدايا نباركوا ليه هادو ناس ومعه جيرانه حضروا له وتلموا بيه حضروا له وتلموا بيه يلا نزهوا ليه نغنوا بالهدايا نباركوا ليه بالهدايا نباركوا ليه وليدنا مبروك عليه هذا الليلة اختنتو الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو بيدنا رسول الله جات عليه بطربوش وزيد برنوسو بطربوش وزيد برنوسو كيما اليوم فرحنا بيه ان شاء الله نفرحوا في عرسو ان شاء الله نفرحوا في عرسو ديك الشدة جات عليه بطربوش وزيد برنوسو بطربوش وزيد برنوسو كيما اليوم فرحنا بيه ان شاء الله نفرحوا في عرسو ان شاء الله نفرحوا في عرسو وليدنا مبروك عليه هذه الليلة اختنتو الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو بيدنا رسول الله ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد ربي خلي هاد الوليد يستروا يحفظوا من العين ربي يبارك فيه ويزيد ربي يبارك فيه ويزيد ادعوا له يا الوالدين ربي خلي هاد الوليد ربي خلي هاد الوليد يستروا يحفظوا من العين ربي يبارك فيه ويزيد ربي يبارك فيه ويزيد وليدنا مبروك عليه هذه الليلة طهارتو الله 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 ديروا الحنة في يديه يلا يا البنات زغرتو بيدنا رسول الله بيدنا مبروك عليه هذه الليلة طهارتو الله الله يلا يا البنات زغرت وحبيبنا رسول الله شكرا شكرا العقوبة إن شاء الله لزواجهم صلاح الدين مبروك عليك ربي سون يلا صلاح الدين التحق بالأولياء تاعك لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزين شو شو شو
حفظتكم، يعطيكم صحة على المبادرة هذه اللي درتوها. سلام عليكم، نشكر عمو يزيد بزاف بزاف، نقول لكم صحة فطوركم صحة عيدكم. سلام عليكم، نشكر عمو يزيد على هذه المبادرة والشرطة وشكرا. نشكر اليوم عمو يزيد خطوص زهانة، وصحة فطوركم وصحة رمضانكم وصحة سحوركم. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.